السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن تجاوز أكثر الناس صدمة زلزال المغرب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم قتلانا وأن يشفي مرضانا وأن ينقذ من بقي حيا تحت الأنقاض وأن يصبر أهلنا في المغرب وأن يحفظنا وأمة الإسلام. المفاجأة بعد هذا الزلزال أن التقارير تتحدث عن أن المغرب الشقيق يعيش للعام السادس على التوالي جفافا حادا في كثير من مناطقه، لا سيما تلك التي ضربها الزلزال. وهذا العام أسوأ هذه الأعوام الستة، وهو أسوأ سنة جفاف شهدها البلد منذ 40 عاما. وكان من نتائج هذا الزلزال أنه قد تسبب في خروج ينابيع المياه في تلك المناطق التي تعاني من الجفاف، والحمد لله رب العالمين. وكذلك تحدث في هذا التقرير أو هذا الفيديو أحد سكان المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زراته أي توجين شوفت تبارك الله، شوفت الخير المرتي، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، شوف الخير الحمد لله وشكر لله، شوف ما تفعلون على البلاصة، شوف تبارك الله، أدري لي لا أنظر لا ولو ما يجري الزلزال، سبحان الله العظيم، أشوفها من تبارك الله، أشوف تبارك الله، شوف الخير أجي زراعة مستنطلة تغيدة، تبارك الله تلو قسم دامان، شوف الحمد لله والشكر لله. أو قديم يقرنان جماعة غساج والزلزال، شوف الخير الحمد لله والشكر لله. الحمد لله رب العالمين، فلله حكمة في كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأمة الإسلام برحمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.